تأكيد بنطمئن على الفريق في المرحلة القادمة. مهم جدا كمان نأكد ان الاهلي هيخوض مباراة الصيف على نفس الملعب اللي فريق المصري خاض عليه نفس المباراة امام اتحاد العاصمة، نفس الملعب امام اتحاد العاصمة وفاز عليه هناك في الجزائر بهدف مقابل لا شيء، وحالة الملعب تعتبر معروفة للجميع، ملعب نجيل صناعي من الجيل الرابع، احدث الاجيال في ملاعب النجيل الصناعي هناك في الجزائر. وكريم طبعا محمد قال كلام مهم، طبعا كابتن سمير عدل هناك، ولكن هو قال الاهلي هيتدرب تمرينتين بيحاول يشوف ملعب تاني وفقا للائحه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. تدريبتين على الملعب، تدريبتين على الملعب الرئيسي اصلا، طالما الملعب ترتان انت مش محتاج تدور على ملعب، ربما بس المعلومه عنده مغلوطه او ربما هناك الامور الملعب في حاجه تمرنوا تدريبه بره، لكن طبيعي جدا ووفقا لقواعد الاتحاد الافريقي ان الملعب اللي هيكون فيه نجيله صناعيه او ترتان من حق الفريق الضيف انه يتمرن تمرينتين في وقت وميعاد المباراه، يعني مش ليله المباراه بس، لا يتمرن تمرينتين. والنادي الاهلي بعت خطاب رسمي بذلك، ان شاء الله الاهلي يتمرن تمرينتين، لان طبعا امور النجيل الصناعي احنا عارفينها، دينا بس كابتن وليد سليمان هو اللعيب اللي تبقى عنده مشكله مع الترتان، وده طبيعي جدا، لكن ان شاء الله وليد لعب كتير على ملاعب ترتان، ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يا محمد قدها وقدود، وان شاء الله يقدروا يرجعوا ان شاء الله من الجزائر وهم ان شاء الله متاهلين لنهائي افريقيا باذن الله، لان الفوز بالبطوله الافريقيه هذه المره مختلف كثيرا. مش هنتكلم عن التتويج القاري او البطولات القاريه، لان الاهلي الحمد لله ماشي في المساله دي بخطى ثابته وهو نادي القرن في القاره الافريقيه، لكن كمان فوزك بالبطوله الافريقيه. الموضوع القرن ده محمد خد، يعني كل شويه يطلع لنا واحد بورقه يقول لك معايا ورقه، وانا 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 انا عايز الناس بس تبقى على قدر الثقافه والعقل، مش اي ورقه مكتوب عليها كلمتين وعليها يعني ختم دمغه قديم او اي طابع قديم او حاجه. ده انا بقول على الهوا اهو، اي واحد معاه ورقه بتقول اللي فيه نادي غير النادي الاهلي نادي القرن، دي مسؤوليه قانونيه عليك لان انت مزور. انا بقول لك تاني اهو، اي واحد معاه ورقه بيقول بيدعي ان مكتوب عليها ان نادي الاهلي مش نادي القرن، اقول له انت مزور ومش و بحبش اقول له راجل، ولو الموضوع بسيط خالص انا بتكلم بلغه ده. لو انت حاسس ان الموضوع ده بجد تعالى هنا واحنا نعرض لك الورقه دي على شاشة قناة الأهلي ونفهمك مين ضحك عليك واداها لك، لأن أنت مش صغير. أنت مش صغير. وما ينفعش تطلع بورقة، أي حد يطلع لي بورقة ويقول له أصل نادي القرن ونادي ونادي ونادي، ونسخن جماهير محترمة على بعض والناس تخش والسوشيال ميديا، يعني افتعالات رخيصة جدا جدا. لكن بالله عليكم، هل الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي و و والقضية حسمت وكل شوية الناس تطلع؟ لكن الجديد بقى إن واحد معاه ورقة وبيقول لك ان انا معايا ورقه وده الفاكس اللي اتبعت لنادي الزمالك واتبعت. ياه، احنا وصلنا للمرحله دي يا جماعه؟ يعني احنا فعلا وصلنا للمرحله دي؟ احنا وصلنا للهزار ده والناس مصدقه نفسها؟ عايز اقول عيب، عايز اقول ما يصحش، عايز اقول احنا ناس كبار، لكن انا بقول اوعى الورقه دي تقعد معاك لان انت مزور، اوعى حد يمسكها معاك هتتحبس بيها، ولا ايه يا محمد؟ طب هنتكلم بشكل مؤسسي، لو عندك ورقه واثق منها روح اشتكي للمحكمة الرياضية الدولية يا محمد.